عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم شهيوات حليمة كحمان، مرحبا بكم معايا في القناة. نتمنى تكونوا بخير وبأحسن الأحوال يا ربي، ونتمنى هالفيديو يلقاكم بالصحة وعافية. كتشوفوا اليوم إن شاء الله غادي نحضروا واحد العصير اللي هو منعش منعش بزاف، ما كيخطانيش لا في الصيف ولا في الشتاء. هذا العصير اللي هو معروف ديال التفاح والليمون بطريقة سهلة، وكيجي زوين ومنعش بزاف. يعني تقدروا تحضروه كل نهار هكا، يعني تبردوا به، اللي هو يعني ساهل، اللي غادي تشوفوا ان شاء الله في الفيديو، غير بجوج تفاحات ولا ثلاثه مع الليمون، وكتحصلوا على عصير كيجي منعش، وكيجي يعني حتى المذاق ديالو رائع، يعني ما تقدروش يعني تستغناو عليه. بالنسبه لي انا في هذا الحال سخون يعني كنعملو كل نهار، وكذلك كنعملو هكا بكميه وفيره، يبقى يعني ما كيطراليه والو مادام فيه الحامض. بلا ما نطول عليكم الفيديو، نمشيو للمقادير وطريقه التحضير. بسم الله. بالنسبه للمقادير انا عندي غير ثلاثه تفاحات هكا، يعني الكميه اللي بغيتو. غادي نقطعها بالقشور ديالها، طبعا غادي نحيد ليها هذوك يعني النواه اللي كتكون، يعني البذور اللي كيكون الداخل، وصافي كنقطعها بالقشور ديالها، وكن يعني نحطها هكا في شي بول، يعني مباشره ملي غادي نقطعها راه غادي نطحنها. صافي انا بعد ما قطعت التفاحات اللي عندي في السوق اللي ذكرت راه بالقشور ديالهم، صافي كنوضعها في الخلاط، كنعمل معاها الكميه ديال السكر على حسب الذوق. بالنسبه لي هنا درت 4 معالق ديال السكر سنيده. غادي نضيف الحامض. هنا كيف كتشوفون الحامض هنا كيكون عندي كثير، وكنقطعو هكا على شكل شرائح دوامرات هكا، وكنعملهم في بلاستيك وندخلهم في المجمد، وهكا كنستعملهم يعني كيكونوا موجودين ملي كنبغي نعمل هكا شي عصير. يعني كنقطعهم بالديك بالقشره ديالهم، يعني راه ما تخافوش راه ما كيعطيوش ديك المروره. هاد الليمون، هاد العصير عفوا، هاد الحامض يعني ملي كيكون كيتجمد كتكسر منه ديك المروره ديال القشره ديالو. يعني هذه الطريقه اللي كندير انا في الحامض، وكينفعني هكا في وقت يعني في الصيف هكا كنبغي نعمل به العصائر. صافي هنا كنضيف كميه ديال الماء يكون بارد، وصافي. وهنا غادي نطحن كل شيء، يعني كيف قلت يعني بمقادير بسيطه غتحصلوا على عصير منعش ويعني مغذي بالنسبه ليا. كيف قلت انا راه ما كيخطانيش. صافي هنا بعد ما عصرته طبعا غادي ندير الصفايه، يعني باش غادي نتخلص بدوك يعني القشور اللي طحنوا، يعني كيكونوا شويه، يعني من الاحسن تحصلوا غير على عصير الحامض والتفاح. كيف كتشوفوا هنا غادي نحاول انني نبقى نخلط هكا، يعني غير باش كيتعزل ليا القشور اللي طحنوا الفوق، وطبعا نتوما غتحكموا على في يعني الا بغيتوا العصير ديالكم يكون ثقيل ويكون خفيف. بالنسبه لي انا هذا هو القياس، يعني ما غاديش نبغيه خفيف بزاف وما غنبغيش ثقيل، يعني هذا هو القياس اللي خاص يكون في يعني في العصير اللي عندي. صافي غادي نبقى هكا حتى كنبقى نصفي مزيان، حتى كيبقاو ليا القشور الفوق يعني ناشفين، ما فيهمش يعني مازال السائل ديال العصير. صافي هنا كيف كتشوفوا بعد ما كله يعني صفيتو، عملتو هكا في قرعه هكا اللي غادي
يعني ندير فيها العصير ولا الكغف هكا باش ديروا العصير. هنا كيف كتشوفوا عملت دوائر ديال الحامض اللي هما مجمدين، كيعطوه كذلك واحد المذاق زوين. يعني كيف قلت عصير ساهل ماهل ومنعش وبمقادير بسيطه بزاف، راه بالنسبه للتفاح راه متوفر يعني موجود تبارك الله. يعني راه غير ثلاثه تفاحات غادي يعملوا لكم عصير منعش. انا بالنسبه لهذه القرعه راه دار لي جوج قرعات على هذا القياس ديال العصير. صافي هذا هو العصير ديالنا ديال التفاح والحامض اللي منعش وما كيخطانيش بالنسبه لي انا، جربوه ويعني راه غادي يعجبكم بزاف. وبالنسبه للكميه نتوما كتحكموا فيها، بغيت ديروا يعني كثير كديروا يعني تضاعفوا المقادير. صافي هذا هو العصير ديالنا كيف كتشوفوا. شكرا على المشاهده والى اللقاء الى فيديو اخر ان شاء الله. مع السلامه.